من عامل تحميل في الميناء لمؤسس إحدى أكبر الشركات في العالم. قصة مؤسس شاي ليبتون. شاي ليبتون ذلك الشاي الذي غزا كل العالم وأصبح علامة تجارية مميزة في كل الدول، يحبه الناس لمذاقه اللذيذ وجودته العالية. بالتأكيد هذا الفيديو ليس دعاية لشاي ليبتون، فهو لا يحتاج لذلك، بل لنحدثكم عن قصة كفاح الشخص الذي وقف خلف ذلك الشاي لينتقل من فقير معدم يعمل في الميناء إلى مالك أكبر شركة لصناعة الشاي في العالم، وهي مستمرة بنجاحها حتى بعد 100 عام على وفاته. ولد توماس جونستون ليبتون في اسكتلندا في عام 1848. كان فقيرا معدما لا يجد تكاليف دراسته، فاضطر للعمل في النهار كعامل بسيط لدى إحدى المطابع ليساعد عائلته الفقيرة، وكان يذهب إلى المدرسة في الفترة المسائية. في سن 15 عمل توماس حمالا في الميناء لنقل البضائع، وهناك استمع لقصص البحارة ومغامراتهم، خصوصا أولئك الذين يأتون من الولايات المتحدة الأمريكية، وصار يحلم بالسفر إلى هناك، وبالفعل تحقق حلمه وسافر إلى الولايات المتحدة. لم تكن حياة توماس في أمريكا سهلة، فعمل مزارعا ومساعد بقال وبائعا متجولا يطرق أبواب البيوت، إلا أنه تمكن من جمع بعض المال وعاد لوطنه وأهله في بريطانيا عام 1870، وهناك أنشأ بقالته الخاصة وجنى منها أرباحا إضافية ليوسع أعماله وينشئ عددا من المحلات باسم ليبتون، وصلت إلى 300 محل خلال 17 عاما، ولم تكن تلك سوى البداية. في ذلك الوقت كان الشاي سلعة ثمينة وغالية جدا لا يقوى الناس على شربها يوميا، وأدرك توماس الفرصة الكبيرة للاستثمار في ذلك المشروب، فباع توماس كل ممتلكاته واتجه لتجارة الشاي، وأسس العلامة التجارية ليبتون على اسم عائلته، وبدأ في بيع الشاي بأسعار زهيدة، وأقبل الناس على شراء الشاي الخاص به بكثافة، فاستغل توماس ذلك واشترى مزرعة للشاي في سريلانكا، وبدأ بتطوير جودة الشاي حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم، وتوسع بأعماله ليشمل كلا من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بل والعالم أجمع. توفي توماس عام 1931 تاركا خلفه إمبراطورية واسعة، والأهم ما تركه من شهرة واسعة خلدت اسمه لأكثر من 100 سنة بعد وفاته، فنال النجاح لقاء طموحه وكفاحه. قال توماس ليبتون: لا تستسلم، امضي قدماً.